جود مورنينج، صباح الخير جميع طلبة وطالبات طلبة وطالبات الشهادة الأدلية. معكم مستر محمد أنور من قناة استوديوز مستر محمد. إن شاء الله النهاردة هنعمل ريفيجن مهم جدا، مراجعة مهمة جدا مع بعض. هناخد في يونيت 4 النهاردة إن شاء الله مراجعة على سؤال الباراجراف الخاص بيونيت 4 اللي هو ساينس أند تكنولوجي، وإن شاء الله هناخد كمان مع بعض سؤال الري رايت. أتمنى تكونوا كده مفوقين معايا ومعاكم الكتاب، ومش هنطول عليكم في الانترو، يلا بينا بسم الله. أهلا بيكم، ويلكم باك طلبة وطالبات مستر محمد أنور على قناة استاذ وز مستر محمد، وإحنا مع بعض لسه على اليوتيوب، وهنفتح مع بعض كتاب المعاصر بيج 165 أو 165. بيقول لي write اكتب ان ايميل بريد الكتروني of about تقريبا عن 110 words 110 كلمة عن موضوع السمارت فونز. في ديتيلز او تفاصيل سايبها لي تحت نشوفها كده مع بعض. يور فريندز نيم، انت بعت لواحد او لانسة اسمها منى، اسمك في الايميل سما، يور ايميل ادرس عنوانك او بريدك الالكتروني هو سما at student.com، عنوان صديقتك اللي هي منى هي منى at student.com. الايميل هنا مطلوب مني 110 كلمة اكتبهم، يعني احنا مش هنعد قوي لكن تقريبا صفحة كاملة هنكتبها عن الموضوع دوت. المطلوب ان انت تنسق افكارك، هسيبك تفكر في الموضوع وهرجع لك تاني نشوف هنكتبه ازاي مع بعض. اشوفكم على خير. اللي باعت الايميل بتاعه سما at student.com، السبجكت او الموضوع كان عن السمارت فونز. هنبتدي بانترو جميل جدا. عزيزتي منى، I am happy to write you this email، فرحان اني بكتب لك هذا الايميل. كيف حالك؟ يبقى how are you. I hope you are well، اتمنى ان انت تكوني بخير يا رب. I would like to talk about، انا حابة اكلمك عن السمارت فونز، والسمارت فونز هنا اسم جمع فهستعوضها عشان بدل ما اكرر كل شوية اقول زي اور، هما بيكونوا موبايل فونز، موبايلات ذات كان دو، والذين يستطيعوا ان يقوموا بعمل مور ذان اذر فونز، اكتر من التليفونات التانية العادية. ازاي؟ نبتدي نشوف الخصائص او السبيسيفيكيشن بتاعتها. they work as a computer، يقدروا يشتغلوا زي جهاز الكمبيوتر بالظبط. but mobile devices، اجهزة الموبايل small enough to fit in a hand، صغيرة او user's hand، صغيرة ينفع المستخدم ان يضعه في يديه. they can send and receive emails، يقدروا يبعتوا ويستقبلوا بريد الكتروني emails، text نص، photographs صور، and multimedia messages يعني رسائل مصورة او رسائل multimedia يعني رسائل ممكن تبقى عبارة عن الفوتوز او الفيديو كولز او حاجات زي اللي انتوا عارفينها ديت. بعد كده they have other functions، ليها وظائف تانية like مثل الكالكوليتور اللي هي الآلة الحاسبة، الكرنسي الكلمة دي معناها العملة، ممكن تعرف العملات من خلال الموبايل اللي عندك مهما كان نوعه. الالارم طبعا عارفين كلنا جهاز الالارم اللي هو جهاز المنبه، يعني you can browsing، تقدر تعمل browsing او search يعني او تفحص او تصفح بقى the internet، جهاز الانترنت عن طريق السمارت فونز. طبعا الصفحة ما كملتش معايا، كان فاضل لي بس احط النهاية او conclusion الخاتمة best wishes، واحط اسم ايه تحت، احط الاسم سما. حاراتني بالانجليش وياريت نركز مع بعض. I am happy to write you this email. How are you? I hope you are well. I'd like to talk about smartphones. They are mobile phones that can do more than other phones. They work as a computer.
but mobile devices small enough to fit in a user's hand, they can send and receive emails, text, photographs, and multimedia messages. قلنا multimedia اللي هي الوسائط المتعددة. They have other functions like calculator, currency, alarm. You can browsing the internet by using smartphones. لكن الإيميل اللي عندنا في كتاب المعاصر page 165 أتمنى يكون سهل عليكم. كملوا معايا بقية الحلقة عشان تعرفوا من أصعب الأسئلة اللي هنحل بعد كده سؤال الريرايت. انتظروني في بقية الحلقة بشرح فيها سؤال الريرايت. شكرا، وما تنسوش ان السؤال ده مهم جدا، عليه مارك او درجة عالية جدا في الامتحان. بالتوفيق ان شاء الله يا جماعة. شكرا. مساء الخير للطلبة وطالبات طلبات الشهادة الإعدادية، معاكم مستر محمد من قناة استاديو مستر محمد. طبعا وحشتوني يا جماعة جدا، بس احنا مكملين مع بعض ان شاء الله احد اليونتات الصعبة جدا على الطلبة والطالبات. الفيديو ده ان شاء الله احنا مع بعض هينقسم لبارت 1 وبارت 2. بارت 1 هناخد فيه شرح سؤال الريرايت، وبارت 2 اجابة السؤال. احنا مع بعض حاليا في بارت 1، والسؤال هو سؤال الريرايت من كتاب المعاصر. السؤال بيقول he has red hair, I am sure he isn't Egyptian. اترجمه لحضراتكم، هو عنده شعر احمر، انا متأكد هو مش مصري. يا ترى طالب مني ايه؟ نشوف كده مع بعض. هو طالب مني can't. نشوف السؤال التاني، he is definitely happy، معناه هو بالتأكيد سعيد. طالب مني هنا الكلمة هي be. التالتة والأخيرة perhaps أمل إزاي. كنا بنقول السؤال اللي احنا اخترناه he has red hair, I am sure he isn't Egyptian. طالب مني can't. أفكر حضراتكو إن can't هي استنتاج أو deduction في حالة التأكد 100% و 100%، بس الحاجة دي اللي بعدها سواء كانت صفة او اسم مش موجودة في الشخص. طيب نشوف كده هتبقى ايه. He has red hair, I am sure he isn't Egyptian. تبقى الاجابة في الجملة التانية، هنحط كانت مش في الجملة الاولى يا شباب. يبقى he has red hair, he can't be Egyptian. تاني، he has red hair، عنده شعر احمر، he can't be Egyptian، هو اكيد ليس مصريا. نشوف السؤال التاني مع بعض. He is definitely happy، يعني هو بالتأكيد سعيد. طالب مني be، يبقى he must be happy، هو اكيد سعيد، يبقى he must be happy. السؤال التالت perhaps امل is in the office now، طالب مني امل، هتبقى امل might be in the office now، لان هنا perhaps بتدل على عدم التأكد، فهنقول امل might be، هنستخدم expression might be. احنا دلوقتي مع بعض part 2، الجزء التاني من الحصة اللي هو مفروض اجابة الاسئلة، هنعيد عليها تاني وافكركم ونشوف الاجابات ان شاء الله هتبقى ازاي. كنا بنقول السؤال اللي احنا اخترناه he has red hair, I am sure he isn't Egyptian. طالب مني can't. افكر حضراتكو ان can't هي استنتاج او deduction في حالة التأكد 100% و 100%، بس الحاجة دي اللي بعدها سواء كانت صفة او اسم مش موجودة في الشخص. طيب نشوف كده هتبقى ايه. he has red hair, I am sure he isn't Egyptian. تبقى الاجابة في الجملة التانية، هنحط كانت مش في الجملة الاولى يا شباب. يبقى he has red hair, he can't be Egyptian. تاني، he has red hair، عنده شعر احمر، he can't be Egyptian، هو اكيد ليس مصريا. نشوف السؤال التاني مع بعض. he is definitely happy، يعني هو بالتأكيد سعيد. طالب مني بي،
يبقى he must be happy. هو أكيد سعيد، يبقى he must be happy. السؤال التالت، perhaps أمل is in the office now. طالب مني أمل، هتبقى أمل might be in the office now، لأن هنا perhaps بتدل على عدم التأكد، فهنقول أمل might be، هنستخدم exclamation might be، يبقى أمل might be in the office now. وبكده يبقى احنا خلصنا الريرايت في يونت 4 اللي هو بعنوان Science and Technology. شكرا.